انا سعيد، سمحوا لي على هاد لا فيديو ما كنتش كنهضر فيه. المهم لي زيتاب ديالو راه باينين، يعني قطعت ضفاري، بردتهم، درت الحامض هكا حكيتو على صبيعاتي، الماء فيه شويه الملحه، صافي مسحت صبيعاتي بمادونا، درت الصباغه هذه راه غاليه 5 دراهم البنات، عندك يحسب لكم مع شحال هذه ديال 5 دراهم. هذا اللون هذا كيعجبني هذا اللون هذا ديال اللحم، صافي. وكريم ديال دوف غير طرت به يديا والنتيجه هي هذه. الاساس هو انني حيد دوك الضفار ديال الجن، عرفتي طوالو والله العظيم طوالو ليا بزاف، وانا دغيا تيطوالو مع ديك الوصفه ديال الثومه بالزربه. صافي حاولت انني غير نقادهم، يعني بقاو تقاده وحده كما كتشوفوا هانتوما، صافي يعني كتبقى اليد زوينه وهذا هانتوما. كنتمنى ان لا فيديو يعجبكم، مره نبقى نبارطاجي معكم بحال هذا الشيء هذا، وهذا الشيء بسيط ما فيه شي حاجه اللي صعيبه بزاف، بسيط بزاف بزاف بزاف. كنا عندنا البقاس، كنا عندنا الحامض، الماء في الروبيني، الملحه، يعني بسيط هذا الشيء والنتيجه كتكون زوينه، والضفيرات كيبقاو نقيقيين وزوينين، عكس يعني الضفار اللي كانوا عندي صراحه راه كانوا طوال بزاف بزاف بزاف. مهم تهنيت منهم، تهلاو بزاف في ريوسكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، كنبغيكم بزاف، باي باي.